الشيخ أحمد الأسير يجدد التهديد بالتصعيد في حال لم تنفذ سلة مطالبه، وعلى رأسها طرد حزب الله من صيدا. تقرير حسين خريس. دعوة الشيخ أحمد الأسير إلى زيارة ضريحي لبنان العز وعلي سمهون عند محلة مكسر العبد في صيدا أدت إلى قطع أوصال المدينة كلها منذ الصباح عبر إغلاق كل الطرق المؤدية إلى مكان الضريحين قرب مسجد بهاء الدين الحريري من قبل الجيش اللبناني والقوى الأمنية، ما حول مدينة صيدا ثكنة عسكرية. إلا أن منع الأسير وأنصاره من الوصول إلى مكان الاعتصام لم يلغي المناسبة، إذ استطاع مناصرو الأخير من الالتفاف على كل الحواجز العسكرية بعد خروجهم من المدينة نحو الرميلي وعودتهم إليها قرب دار الإفتاء، حيث انطلقوا في تظاهرة نحو ساحة النجمة على وقع هتافات نابية ضد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. الشعب يريد إسقاط السلاح، عندنا سلة مطالب وإلا التصعيد والحراك التصاعدي حتى لو رحنا للموت. بدكن تعملوا دولة؟ جيبوا المتهم بمحاولة اغتيال بطرس حرب. بدكن تعملوا دولة؟ جيبوا القتلة اللي عم يسرحوا ويمرحوا بصيدا، اللي قتلوا الشهيد المهندس لبنان العزي والشهيد المهندس علي سمهون. بدكن تعملوا دولة على الأطفال؟ بدكن تعملوا دولة على النساء؟ بدكن تعملوا دولة على الناس اللي ما بيتحركوا على الأرض إلا برخصة؟ ممكن تقتلونا، ممكن تغلبونا بالقوة، بس أولادنا وأحفادنا بدهم يستعيدوا الكرامة رغم كل قوة حسن نصر الله، رغم كل شبيحة حسن نصر الله. الأسير انتقد القوى العسكرية والأمنية بشدة واتهم القيادات السياسية بالتخاذل أمام حزب الله.